حفل زفاف كارينا كابور وسيف علي خان اللي أقيم سنة 2012. فبحكم أنه سيف زواجه الأول اللي كان من الممثلة أمريتا سينغ أقيم في ظروف خاصة بسبب عدم موافقة عائلة سيف على أمريتا، قرر سيف أنه زواجه الثاني اللي كان من كارينا أنه يكون حسب التقاليد وبمعايير ملكية، ومراسيم العرس اللي امتدت على 3 أيام كانت حسب الطقوس الإسلامية وتكلفت تقريبا 1.5 مليون دولار.